بسم الله. اللهم أرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا كريم. يقول ربي حتى إذا جاءتهم الساعة بغتة، أي فجائيا. هذه المسألة مش كما تتصور، هذاك هو الموت. أنا موت. أنا شوني كثرة الأموال وكثرة الضرار و تقول لي موت، هذا وضع يرضي نفسي يحدث بالخلود. يهضر لا خلود، الله وحده لا بداية ولا نهاية، لا ما سوى الله له بداية، وإن كان كابرا وبدا في كبري يعني من وقت عزي روح. إذا كان يستمر فالخسران ثابت، يعني ربي مش ينغص عليه يوما ما يسلو الأموال بطريقة ما، وكما تقول أنت يقضي على اللي كان يستحرم بهم من الذرية اللي مش من صلبه عموما. هو كيف غايز قال هذه نساء يعني أموالي وافرة وقدري عالي، هذا كل مرة نعمل لها إشارة تجي وضاجعها. شكون قال لك يا تجي الضاجع فيها؟ مش هي حبلة بطريق غير الطريق اللي انت تتقل منه، اللي انت زوجة وانت كما تقول انت كيفالا في كوندي، وراه دخل الطريقة متاعك باش ربي يمكر بكم مكر بالحسن. الله خير الماكرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله.